طيب عشان نعمل السلطة احنا عندنا سلطة الطماطم المجففة، فدي طماطم مجففة، جرجير، جرجير ممكن يبقى خس اكيد، وممكن يبقى سبانخ، طماطم مجففة وبصل احمر شرايح، ممكن كمان يبقى بصل اخضر اذا حبيته، هحط عين جمل وجبنة فتة او جبنة قريش، هحط زيت زيتون ودبس الرمان مع ملح وفلفل، وهضيف لهم معلقة من عصير الليمون. ممكن تحطوا للوصفة دي أو للسلطة دي بنجر كمان مع المكونات دي، يبقى لطيف قوي قوي. ممكن تحطوا أي لحوم عندكم متبقية زي فراخ مشوية أو لحمة مشوية وتقطعوها وتحطوها مع السلطة، مفيش مشكلة خالص. هنا هحط عصير نص ليمونة، معلقة كبيرة زيت الزيتون، معلقة كبيرة دبس الرمان، ملح، فلفل اسود. بحب احط بقى جوه الدريسنج شويه بصل، ليه؟ لانه هيدي طعم ونكهه وينزل ميته جوه الدريسنج وبيبقى لطيف جدا. وممكن تكتفوا بالكميه اللي انتوا هتحطوها جوه الدريسنج وما تحطوش بره على السلطه تاني، وممكن طبعا تحطوه على السلطه وتنزلوا عليه الدريسنج، ما تحطوهوش هو جوه الدريسنج، بس انا بحس انه كده بيبقى احلى كتير، ده غير انه ما بيديش الطعم بتاع الزفاره. جرجير، طماطم مجففه، اي كميه انتوا حابينها، الدريسنج اللي معاه البصل، ما تكتروش الزيت لان الطماطم المجففة بتبقى محفوظة اصلا في زيت، فعشان ما تلاقوش بعد كده السلطة بتاعتكو مزيتة قوي زيادة عن اللزوم. عين الجمل، عين الجمل من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وخاصة في الاوقات دي للولاد بتمتحن فيها وبتذاكر، يساعد جدا جدا المخ على انه يشتغل مظبوط وعلى كمان الذاكرة والتركيز.